اسود يا أمنية. هتعملي ايه يا أمنية؟ ما تفهميني. مش انت يا مكة عايزة تضحكي؟ انا يا أمنية انا بقى هضحكك يا مكة. ماشي. تعالي يلا. يا أمنية. ايه يا مك؟ استاذ احمد جاي. استاذ احمد جاي؟ اه يا مك. الو ايه ندى؟ تحت البيت اهو. مش عايزه حاجه؟ خلاص تمام. طب اقفلي بقى عشان باين عليا لقيت بوك اهو. ده شوف بتاع مين بقى. سلام. طب والله العظيم والله العظيم يا أمنية أنا اتفاجأت. قلت إيه ده؟ والله يا أمنية أنا قلت إيه ده؟ البوك بيجري إزاي كده يا أمنية؟ أو أنت حتى السبع ده بقى عشان الحبل ما يبانش؟ أيوة عشان أخد الحبل خالص. ده أنت دماغك ديت قنبلة سرية. إيه ده؟ إيه ده دماغك ديت؟ أقول لك حاجة، وإحنا صغيرين كنا بنعملوها كده، بس بصراحة دخلت عليا بصراحة مقلب جامد جامد جامد. على فكرة بقى انت كده بنت قدامنا. انت كنت عايز تاخد البوك ده صح؟ لا يا أمنية مش هاخده. خلي بالك انا كنت لقيته فعلا. كنت اخدته مثلا سلمته للجامع او رجعته لصاحبه لو في بطاقة او في اي حاجة. ولا كنت بقى طالعه عند مراتك فوق؟ لا يا أمنية مش طالعه عند مراتي يا أمنية. عارفك يا استاذ احمد بطلي دماغك القنبلة الذرية دي. انا عارفك هتلف عليا ولا ايه؟ ماشي يا أمنية. ماشي يا استاذ احمد. عايزين حاجة؟ لا عايز. بس اقول لكم حاجة دخلت عليا اقسم بالله مقلب جاي. ماشي يا مكة مشكلة انت. غزل العيوطة جاية هي أمنية. ماشي يا غزل يا عيوطة اوريك يا غزل. سيبيني انا بقى اشد مر. لا انا عشان اضحك على غزل العيوطة. ماشي يا أمنية. ماشي يا مكة. ايه ده؟ الله دي زي محفظة ماما. راح اديها لما هتفرح بيا قوي. ايه ده يا أمنية؟ ينفع كده؟ غزل عيوطة ايه؟ ايه العيوطة ايه؟ ينفع كده يا أمنية؟ راح اقول لماما عليكم. ايه العيوطة ايه؟ ايه العيوطة ايه؟ انا مش معايا. مين ده؟ لازم ارجع له اصحابه. يا ولد اللذينة ينفع اللي انت عملته فيا ده؟ وانا صغير كنت بعمل كده والله. اكيد كنت هتاخده صح؟ لا كنت هرجع لاصحابه طبعا. انا ما دخلتش بيتي حاجه حرام. ما كنتش هتاخده ليكوا خلاص؟ لا ما كنتش هاخده طبعا. يا ولاد اللذينة رجلها وجعتني. بجد ولا ابن عمه؟ لا بجد والله كنت هرجع لاصحابه. لا شكلك بتضحك علينا. والله ابدا. انا قبل كده زمان لقيت محفظه ورجعتها لصاحبها واعطاني الحلاوه. انا كنت عايز ارجعها لصاحبها واخد الحلاوه. بس انتوا شياطين. لا المقلب دخل عليا بصراحه. ايه مش قادر. المفروض تكون حواس المقلب ده خلاص. مش عايزين حاجه يا حبايبي؟ انا عايزه. مش يلا. حاضر يا ماما. يا ماما عاوزه ايه؟ في بقى انا اللي هاخده ماليش دعوه. يا بنتي بالنص. طيب لا انا اللي بصيت عليه. يا بنت اهدي. يا بنت انا اللي هاخده. طب اللي يمسكه الاول هو اللي ياخده. ماشي ماشي يلا. قلت فيها طلع مقلب من مقالب أمنية شبه ابوكي كده لما ينبر في حاجة. يلا السلام. انت كنت هتعملوا فيه
عليه. كنت هجيب لعبة بس سألته كان حقيقي. ميلا غرتي. فكرتك ترجعي لصحابه. صحابه مين يا أمنية؟ كنت هرجعه لصحابه. أيوه كنت هدور عليه في الشارع. بس مقلب حلو يا أمنية. ايه رأيك عاجبك؟ حلو قوي. ماشي. انتي امشي قدامي يا فقر، امشي. يلا يا فقر. مقلب حلو قوي يا أمنية، انتي ومكة. امشي يا اختي امشي. ايه ده؟ ايه اللي جاب بوكي هنا؟ كفايه كده يا أمنية. والله العظيم عارفه ان هي حاجه مقلب انت عاملاها في حد. طب يا أمنية مش البوكي ده فيه ورقه مهمه يا حبيبتي؟ هو انا فاضيين كل حاجه فيه يا ماما. ده فيه الفيزا بتاعتي وبطاقتي وفلوسي وكل حاجه. يا ماما حطيتها كل الحاجات دي يا ماما. فضيتها يا ماما. فضيتيه ازاي؟ ده تقيل يا أمنية. ده انا حطيت فيه يا ماما ورقه يا ماما. طب يا بنتي البوكي ده غالي، انت كده هتمرمطيه في الشارع يا ستي. يا ماما هاخده معاكي يا ماما. بعدين احنا هنطلع على كده مع سكان العماره. طب كفايه لعب بقى. ماما. ايه؟ لا يا ماما. عايزه تلعبي تاني بيه؟ يا ماما. يا أمنية انا خايفه يا أمنية. بص والله يا أمنية ده غالي عندي. ما تخافيش يا ماما. طب هقعد معاكي واتفرج انت بتعمليها ازاي. طب ماشي يا ماما. ماشي يا أمنية. اتفضلي يا ست البنات. تعالي يا مكة يلا. انا اروح اخده بس يا رب يكون في فلوس. يلا فسحتي. ايه ده؟ ايه ده؟ في بوك اهو. هاتيه. طب مش قادره اوطي، ظهري بيوجعني. هاتيه 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 هاتيه. ده برضه يا أمنية؟ والله يا أمنية ده انا كنت حوطت اجيبه يا أمنية. ده ظهري مكسور يا أمنية. كنت بتلعبي معاهم يا ندى؟ والله يا حاجة انت ما بلعبش، انا كنت بتفرج عليهم بس. طب الحمد لله ما وطيتش، والله ده ظهري كنت وقحت على وشي. الحمد لله انا لسه عاملاها فيا قبليكي والله. ما بيهزروا معاكي يا حاجة انت بس. ده هزار برضه. حقك علينا يا حاجة انت. ازيك يا قمر؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. ربنا يخليها لك يا حاجة انت. الله يخليك. وسلمي لي على بنتك ايه بقى. الله يسلمك. يا بنتي بنتي وقعت يا بنتي. على فكرة في واحد جاي. ماشي يلا يا مك. Go!